صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على قانون الأحزاب السياسية بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني، وذلك بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية. وتأتي الإرادة الملكية السامية على القانون بعد إقراره من مجلس الأمة بشقي الأعيان والنواب، كما صدرت الإرادة الملكية السامية بالمصادقة على القانون المعدل لقانون خدمة العلم والخدمة الاحتياطية، وذلك بمقتضى المادة 31 من الدستور الأردني بحسب ما نشر في الجريدة الرسمية في ذات العدد.